السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هالنهار إن شاء الله نقدم واحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف، وممكن أن كاع المربين أو يعني كاع أي واحد ممكن يسول نفسه هذا السؤال. هذا السؤال وهو: هل ممكن أن الإنسان هل ممكن أن الأرانب نقول العدوى، يعني الأمراض ديالها، واش ممكن أنها نقول العدوى للإنسان؟ بحكم ان الانسان كيتعامل بزاف مع الـ مع الـ مع الارانب، يعني كي يلامسها، كيعطيها تاكل، ممكن انه يعني تكون فيها هي شي مرض وما يمكنش انه ما يقيس فيها، ضروري انه يقيس فيها. اذا هذا السؤال نجاوبوا عليه في هذه الحلقه. الامراض اللي كاينه في الارانب يعني اما فيروسيه او يعني احنا نهضروا على التسمم الدموي اللي معروف، التسمم يعني التسمم معوي والتسمم الدموي، وكاين بعض الامراض مثل الكوكسيديا، الانتفاخ، الجرب. الجرب دابا احنا نهضروا على الحوايج اللي يعني موضعيه، يعني فوق الجلد. يعني بحكم التجربه ديالي، يعني راه دابا عندي تقريبا واحد 7 سنين في هاد المجال هذا، كنقول كاع اللي كيطرح هذا السؤال هذا، الارانب ما يمكنش انها ترسل واحد يعني مرض. يعني اكثريه الامراض يعني الموسميه ما كترسلهمش للانسان، كتبقى حاجه واحده وهي الحشرات. يعني كاين الناس اللي ما كينقيوش، يعني داك الشيء يعني باين، يعني ممكن ان شي واحد يعني حاط الارانب ديالو وما كي ما كي ما كي ما كيتهلاش فيهم، ما كينقيهمش، ما كي غير كيعطيهم ماكله صافي وراهم عايشين وصافي. واكثريه التربيه الارضيه، كاين الناس اللي كيخليو داكشي كيتعفن وكيتكونوا واحد الفطريات، وبالتالي كيتكونوا حشرات. ممكن يكون برغوث، يمكن يكون بق، يمكن مهم. هاد الحوايج هادو هما اللي ممكن انه ان الانسان يعني يفوتوا للانسان، ان هادوك عباره عن حشرات. حتى الجرب ممكن ان كاين واحد الجرب اللي ما كينتقلش، وكاين الجرب اللي كينتقل، وهي الجرب اللي ديال يعني اللي معروف، يعني اللي كيطيح الشعر بالنسبه للارانب، راه ما كينتقلش هو الانسان. ممكن ينتقل من ارنب لارنب، ولكن باش ينتقل الانسان ما كينتقلش الانسان. كاينه قضيه وهو اننا نمشيو نشريو شي ارانب من السوق مثلا وما نقلبوهاش بشكل جيد. راه خاصنا ملي نكونو كنقلبو الارنب خاص يتقلب يعني الداخل ديال الشعر ديالو اش فيه. راه ممكن يكون واقف ما فيه لا جرب لا والو، ولكن فيه مثلا البرغوت، لان كاين الارانب او البرغوت قليل فين كيجي الارانب، ولكن كاين الناس اللي كيربيو الدجاج مع الارانب مع الحمام، مع كيكونوا مخلطين داكشي مخلطينو. تسمو كيوقع ان هذاك الدجاج كي هو الاول اللي كيكون فيه البرغوث. الدجاج معروف بالبرغوث، الا مشى حتى كان مربي مع الارانب صافي كيولي حتى الارنب مصاب بالبرغوث. غير الدجاج كيبين بلي راه مصاب يعني كيبان لك، كيبقى يحك بزاف. اما الارنب كيبقى مسكين راكد، ما قليل فين كيحك وما كتعيقوش به. يعني خاص الواحد منين يشري الارنب ضروري يصوت تحت الجلد، يعني يدير واحد العمليه ديال انه يبعث واحد الهواء من فمه ويشوف الجلد الداخل ديالو اش فيه، لان البرغوث ما كيكونش على برا، ما كيبينش الحشرات، كيبين الحشرات يكونوا لداخل. يعني اسمو نديرو خصنا نصوتو ونقلبو بشكل جيد، يعني واش كاين شي نوع من الحشرات ولا لا. ولا كان نوع من الحشرات راه مباشره غادي ينتقل يعني من ارنب لارنب، وكذلك سينتقل من الارنب للانسان. يعني هذا هو الجواب ديال هذا النهار. الامراض ديال الارانب راه ما كتنتقلش، ولكن الامراض إلا كانت جاية من الدجاج ولا جاية من شي حيوان آخر مثل الحشرات، ماشي مثلا نقولوا الأرنب فيه مثلا الرشح اللي هو الزكام، ولا فيه الكوكسيديا الإسهال،
ولا فيه مثلا تسمم دموي، يعني الامراض يعني الارانب عفوا بداو كيموتوا، وملي كيموتوا كيسيل لهم الدم من نيفهم، واخا يلامسهم الانسان ما غادي يديروا له والو، كونوا متاكدين هذه بالتجربه. ولكن قضيه ديال الحشرات، هذيك حشرات كتنتقل من 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 فرد لفرد، هذيك ما عندك ما دير لها، يعني خاصك تنقي. الا كانوا عندك الارانب ديالك نقي مزيان، قداش ما نظفتوا، انا ديما كنهضر عن التنظيف، قداش ما نظفتوا قداش ما الارانب ديالكم كيكونوا بصحه جيده. اذا حذاري من الحشرات، الحشرات هما مربط الفرس ديال هذه الحلقه هذه. حاولوا انهم ما يكونوش في الارانب ديالكم، باش ما يديروش العدوى للانسان، اي للدراري الصغار ولا شي واحد كيقيس في الارانب ديالو ويتصاب حتى هو بديك الحشرات. وحق المشروع ما غاديش يكون هو هذاك، لانك غادي تكره، غادي تولي تقول بناقص من هاد الارانب. لا، ماشي بناقص من الارانب، ارانب مزيانين نقيين، هما العاده ديالهم نقيين، خاص غير شويه ديال النظافه من طرف الانسان. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هاد النهار. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد، تكيو ما تنساوناش بزر الجام. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.